أصدقاء أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة طبعا جديدة من برنامجكم وبرنامج المفضل، برنامج الفار. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الفار مع أحمد نادر على قناة الأهلي أونلاين تي في. النهاردة عاملين لكم طبعا حلقة جديدة وحلقة قيمة، وقام بنتكلم فيها على مباراة الأهلي القوية جدا جدا أمام نادي الترسانة في كأس مصر دور الستاشر، واللي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد. زي ما حضراتكم طبعا عارفين ان الاهلي بيسعى ان هو ياخد اللقب رقم 37 ليه في كاس مصر، واللي طبعا هو سابق فيه المنافس التاريخي بتاعه نادي الزمالك بتسع القاب بحالها، ولكن البطوله غايبه عنا طبعا من ساعه موسم 2016 2017، فبيسعى الاهلي بكل قوه ان هو يحصل على بطوله كاس مصر لمره ثانيه. طبعا مباراه الاهلي والترسانه انتهت 2-1 لصالح النادي الاهلي بهدفين احرزهم النسر النيجيري الكبير الكابتن جونيور اجايه وطبعا ابراهيم منصور لنادي الترسانة. بطولة كاس مصر النسخة دي الاهلي بيسعى فيها ان هو يحصل على اللقب رقم 37 ليه في سجل فوزه بكاس مصر، وطبعا ده بفرق 9 القاب عن نادي الزمالك، ودلوقتي الاهلي 36 لقب والزمالك طبعا المنافس التقليدي 27 لقب. وطبعا جدير بالذكر ان اللقب غايب عن النادي الاهلي من موسم 2016 2017. نشوف مع بعض بقى شكل المباراة ونحلل مع بعض كده، بنحلل على قدنا يا جماعة ايه اللي احنا فاهمينه، طبعا بنحلل ويعني ايه ادكوا معانا كده والنبي. المهم ان فايلر طبعا المدرب الاهلاوي اللي كان اهلاوي اللي قرر طبعا يمشي ويسيبنا الراجل، يعني ربنا طبعا يوفقه، وهو قرر امبارح ان هو يلعب 4-4-2، وقرر يلعب بتشكيل فيه تغييرات كبيرة جدا، زي ان في حراسة المرمى كان مصطفى شوبير قدامه، 2 مساكين ياسر ابراهيم وحمدي فتحي، على اليمين احمد فتحي، وعلى الشمال كان موجود محمود وحيد، 2 في خط الوسط محمد مجدي قفشه أليو ديانج، وقدامه كان في حسين الشحات وجونيور أجايه، واثنين في خط الهجوم مروان محسن وأليو بدر. بدأت المباراة بضغط قوي جدا من النادي الأهلي، وفي نفس الوقت الترسانة بيحاول ان هو يضغط طبعا من ناحيته. طبعا احنا عارفين ان مباريات كاس مصر او مباريات الكؤوس في العالم كله بيبقى دايما انت مش متوقع مين اللي ممكن يكسب، وتبقى كل الفرق عندها طموح وكل الفرق بتلعب بقوة، لان هو في النهاية هو ماتش، يعني هو ماتش انت بتحاول ان انت تكسبه بالضربة القاضية او بضربات الجزاء او بأي شكل من الاشكال، فممكن تلاقي ابطال كتير بيسقطوا في يعني ماتشات الكؤوس تحديدا. وطبعا كاس مصر دايما عارفين ان هو كاس مليء بالمفاجآت، زي ما شفنا طبعا ضغط من النادي الاهلي، وشفنا النادي الترسانه بيحاول يرد عليه، ونادي الترسانه كان بيلعب بخطوط مفتوحه لحد ما قدر النادي الاهلي ان هو في الدقيقه 6 يحرز هدف طبعا بتاع جونيور اجايه، هدف عظيم، الكره جات له وراح خد يلا حطتها طبعا في المرمى، وقدر النادي الاهلي يتفوق بهدف مقابل لا شيء. بعديها بكام دقيقه وبعد كام محاوله من الاهلي ومحاولات من الترسانه على مرمى مصطفى شوبير، جت كره اخرى لجونيور اجايه بالعرض وراح خد يلا حطتها ليحرز الهدف الثاني للنادي الاهلي. من بعدها طبعا المباراه فضلت ماشيه سجال، وهجمه من هنا وهجمه من هنا، الاهلي بيحاول يسيطر والترسانه بيحاول يهجم، وشفنا طبعا عناصر متميزه كتير في نادي الترسانه زي عمر طارق السعيد وزي لعيبه كتيره جدا، وفي النهايه انتهى الشوط الاول بان الترسانه قدر ان هو يحرز هدف من كره عرضيه، وطبعا كان خطا مشترك ما بين ياسر ابراهيم وبين حمدي فتحي، والراجل قدر ان هو يحط الكوره بدماغه في مرمى مصطفى شوبير، واللي هو كان يعتبر اول اختبار حقيقي ليه، يعني ما عدا الكره العرضيه، في كره عرضيه كانت اتلعبت له طبعا طلع يعني زي ما بيقول ابن الوز عوام، طلع زي والده الكابتن شوبير وطلعها من منطقه ال 18، ولكن تم احراز هدف طبعا من نادي الترسانه بسبب زي ما قلنا خطا مشترك بين ياسر ابراهيم وحمدي فتحي، ومصطفى شوبير ما توقعهاش، والكره كانت بالنسبه له مفاجاه وسريعه جدا فدخلت فيه ليحرز الترسانه هدفه الاول، وينتهي الشوط الاول بتقدم الاهلي بهدفين مقابل هدف. يبدا الشوط الثاني ويبدا يحصل بعض التغييرات الهجوميه زي نزول مثلا محمود عبد المنعم كهربا، ويبدا النادي الاهلي ان هو يحاول يضغط ويحاول ان هو يلعب كور على نادي الترسانه علشان يخلص الماتش بغله اهداف كبيره جدا، ولكن ده لم يسفر عنه شيء كبير، وكان دايما الاهلي عنده مشكله في قلب الهجوم، يعني الاهلي لما كان بيحاول يهاجم من اختراق من العمق بتاع دفاعات الترسانه في الشوط الثاني ما كانش بيقدر ان هو يوصل لاي حاجه، وكان الترسانه بيحاول ان هو يوصل بكور سريعه جدا من خلال سرعه لعيبته وسرعه تحركاتهم، وشفنا منهم اداء متميز طبعا بنحيي نادي الترسانه عليه، ونادي الترسانه تحديدا ليه معزه خاصه في قلب كل اهلاوي طبعا عشان الكابتن الكبير الكابتن شاذلي طبعا، وعلشان الماجيكو الكبير وحبيب قلبي وحبيب كل الاهلاويه الكابتن محمد ابو تريكه طبعا ابن الترسانه واسطوره النادي الاهلي، واللي بنوجه له تحيه كبيره جدا من خلال برنامجنا.
في النهايه طبعا يعني من اللقطات الهامه ان طبعا كان في يعني شبه ضرب الجزاء للاهلي ولكن تم الغائها بالرجوع للفار في الدقائق الاخيره لتنتهي المباراه بفوز الاهلي بهدفين مقابل هدف، وبكده الاهلي يتاهل لدور الثمانيه في كاس مصر. نيجي بقى لفقرة الفار واللي بنحلل فيها طبعا اللقطات التحكيمية، وطبعا زي ما شفنا امبارح هو تم الاحتكام للفار في لقطة واحدة بس في آخر المباراة، الكرة اللي اتلعبت بالعرض وكان في شبهة إن هي جت في إيد اللاعب بتاع الترسانة وهو واقع عشان يمنعها من الوصول لأليو بادجي، ولكن بعد الرجوع للفار لقينا إن الكرة هي عدت من جنبه، يعني هي بس يا دوبك لمست شعر إيده كده، يعني راح تعمل لك كده كده كده، ايوه بص كده من هنا كده، ايوه بالظبط، وقدرت الكره ان هي تعدي والحكم ما احتسبهاش اي حاجه وتنتهي المباراه طبعا بفوز الاهلي 2-1. وانا من وجهه نظري ان هو كان قرار موفق وفعلا هي كره ما لمستش ايد لاعب الترسانة. اما عن لقب البابا الحقيقي فيكسبه معانا جونيور اجاي النسر النيجيري والنسر الاهلاوي. يا راجل احنا خلاص احنا قررنا انت بقيت نسر يا اجاي، يعني تمام. اجاي يا جماعه امبارح كان بيقدم اداء متميز جدا وقدر الراجل ان هو يحرز هدفين طبعا امنوا للاهلي فوزه على الترسانة. وغير كده هو اجاي اي نعم لسه حزين والراجل لسه قافش وجازز، واحنا طبعا خلال الحلقات لسه ما عرفناش وعايزين يا جماعه تساعدونا تقولنا الراجل لسه حزين ليه، يعني يا باشا انت جايب جونين نعمل ايه تاني؟ طب نعمل ايه ومكسبينك اهو جايزه البرنامج؟ طب ايه يا عم اجاي ما تضحك بقى اضحك. عامة يعني احنا بنقول لك طبعا مبروك على لقب البابا الحقيقي ونتمنى منك تطوير المستوى عشان احنا داخلين على الوداد، ها داخلين على الوداد، ركز معانا الله يبارك لك. اما عن اللقب الاخر وهو محترم فياخده معانا مناصفة الكابتن حسين الشحات، وطبعا اللي قدم اداء عظيم واداء كبير جدا مع النادي الاهلي وشفنا فرق كبير جدا في الاداء الهجومي، شفنا حركه كبيره جدا. يعني طبعا حسين الشحات معروف ان انت لما بتدي له مساحات بتلاقي منه اداء متميز، بتلاقي منه تحركات، بتلاقي منه صناعه العاب، بتلاقي منه كل حاجه، فبصراحه امبارح كان متفوق جدا جدا جدا، فبندي له لقب محترم مناصفة مع احمد حسين حارس الترسانة واللي برضه قدم اداء متميز جدا وقدر ان هو يعني يقف بشكل قوي جدا ويزود عن مرماه. خدت بالك من يزود عن مرماه دي؟ احنا برضه معانا لغات، احنا اي نعم بنهرج بس احنا معانا لغات. المهم يعني الراجل كان بيزود عن مرماه وكان واقف بيحمي عارينه، عشان بقى نزود في اللغه، الراجل كان واقف بيحمي عارين الترسانة وقدر ان هو يعني على قدر الامكانيات وعلى قدر الـ 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 القوه اللي عنده وعلى قدر قوه دفاع وقوه فريق الترسانة قدر ان هو يعني يخرج بهزيمه 2-1 فقط من النادي الاهلي وشال كثير من الاهداف وكثير من الفرص الخطره والمحققه. اما عن فقره السلك العريان فبرضه مناصفه ياخدها معانا الصحفيين بتوع بعد الماتش ورينيه فايلر. ليه بقى؟ واحد يجي يقول لي ليه؟ يا عم فايلر يعني انت دلوقتي الناس جايه تسالك انت باشا ماشي ليه؟ طبيعي ان انت لو سالنا الاسفلت ده هيقول لك انت ماشي ليه؟ فانت هتقول لهم لا اسالوني في الماتش بس، فهو الموضوع بصراحه يعني كان مستفز وكان غلس جدا، يعني ما تجاوب عن ريح الناس يا باشا، ما تريحنا يا بيه قول لنا ماشي ليه؟ وبالنسبه للصحفيين يعني انا جاي لك بقول لك انا ما بحبش الجوافه، انت تيجي تحط لي في بقي جوافه، يعني مش قادر الراجل قال لكم يا جماعه ما تسالونيش غير في الماتش، فانتوا برضه مصرين تسالوه بره الماتش، فانا شايف ان هو الخطا مشترك وكان ممكن ان يتم السؤال بشكل غير مباشر او يتم السؤال باكثر ذكاء بطريقه يعني اكثر ذكاء. وفي نفس الوقت فايلر كان ممكن يكون اكثر دبلوماسيه في الرد على الناس، لان في الاخر انت لازم تقدر الصحفيين وتقدر الجمهور علشان احنا نفهم ايه اللي بيحصل ورا الكواليس ونقدر ان احنا نفهم الموقف ونقدر نقدره بشكل صح علشان ما يبقاش فيه اي يعني ضغائن او اي كراهيه تجاه، طبعا ربنا ما يجيب كراهيه، يعني اقصد ان ما يبقاش فيه اي حساسيات او اي حاجه تجاه المدرب، لان انت عارف الدنيا دواره يا باشا، يعني انت ممكن تيجي تقرب تاني احنا ممكن نبقى جمهور بتاع فريق، يعني ما نعرفش. دي كانت نهاية حلقتنا من برنامج الفار مع أحمد نادر على قناة الأهلي أونلاين تي في. سؤال الحلقة ومستنيين رأيكم في الكومنتات، تقولوا لنا أنت شايف مين الغلطان؟ رينيه فايلر اللي قفش على الصحفيين وقرر إنه ما يجاوبش على أي حاجة غير لو متعلقة بالمباراة، ولا الصحفيين اللي قرروا يسألوا فايلر على أي حاجة غير المباراة؟ إحنا مستنيين طبعًا إجاباتكم في الكومنتات ومستنيين تفاعلكم، وإن شاء الله بنوعدكم بتطوير البرنامج وبنوعدكم إن يبقى فيه حاجات قيمة وقامة كده جاية في السكة، وده كان برنامجكم والبرنامج القيمة والقيمة ولا يعني ما علينا، يلا بينا. السلام عليكم.